أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا. أنا يعني أخبرنا. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. لأن في كلام الحافظ ابن كثير يدل على أنه خرجه مسلم، يقول لما ساق الإسناد والمتن قال هكذا رواه مسلم، ما في ما يشير إلى أن البخاري خرجه، وإن كان الأصل هو البخاري، لكن ما في ما يدل على ذلك، لأن فيه في ثنايا كلامه الذي ينقله عن البخاري نقول وأحاديث مخرجة من الكتب من كتب متعددة، ولا يقول قال أبو عبد الله رحمه الله وقال البخاري باب استذكار القرآن وتعاهده كما في الصحيح، ثم يذكر الحديث ثم يقول وهكذا رواه مسلم، يعني عطفا على البخاري. أما هنا السياق اللي يقرأ ولا يعرف أن كتاب الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يعني مبني على صحيح البخاري ما يفهم أن هذا مخرج من صحيح البخاري، لكن الذي يعرف أن الكتاب كله مبني على فضائل القرآن للبخاري، وإن تخلله كلام للحافظ ابن كثير وروايات متعددة مأخوذة من كتب مختلفة، لما يعرف هذا يقول هذا الحديث ما خرجه البخاري ولا رواه البخاري. والطابع في هذا الموضع ما قال كعادته أن البخاري حذف لفظ باب، العادة يعلق استذكار القرآن وتعاهد يكتب رقم ويقول هل هذا الباب كسوابقه، حذف ابن كثير لفظ باب وهي موجودة في الصحيح. وعلى كل حال فيه حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع، قال أخبرنا مالك عن نافع، ما في أخبرنا، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر مصرح بأخبارنا، وهنا بالرمز أنا وهي أخبارنا. نعم. أخرجاه، قاله ابن الجوزي في مجامع المسانيد
وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. حدثنا محمد بن عرارة، يعني رواية الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر إلى آخره. قال أخرجاه، قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد وإنما هو من أفراد مسلم، هذا أيضا متابعة لابن الجوزي في قوله أخرجاه، ولا تلزم متابعته لأنه ما تبناه. كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي الذي اقتدى به الحافظ ابن كثير وعزاه للشيخين، ثم قال إنما هو من أفراد مسلم. قال أخرجاه، قلد في ذلك ابن الجوزي ثم تعقبه بقوله وإنما هو من أفراد، ولا يوجد ما يلزم ابن كثير في متابعة ابن الجوزي، بل ابن كثير الحافظ رحمة الله عليه له جامع المسانيد والسنن، له كتاب في هذا الاسم، بهذا الاسم جامع المسانيد والسنن. فقوله أخرجاه قال ابن الجوزي في جامع المسانيد، كونه يقلده في تخريجه من الصحيحين ثم ينتقد، هل هو ملزم بلفظ بنقل كلامه بحروفه؟ ليس بملزم. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة، ولو قال قال ابن الجوزي أخرجاه، قال ابن الجوزي في جامع المسانيد والسنن أخرجاه وليس كذلك وإنما هو من أفراد مسلم استقام الكلام. نعم. قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن السختياني هو ابن محمد السختياني. السبب في النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا لئلا يدخل في قوله جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، إنما يقول نسيت. نعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة، وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان مصروف عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله قائل. وحدثنا عثمان هو البخاري، البخاري قال وحدثنا عثمان. نعم. وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. هذه المتابعات موجودة في الصحيح، لكن الإمام البخاري قدم مؤخر فيها، وهذا لا يضر. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به، وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به. والنسائي أخرجه النسائي، يعني بعده قال حسن صحيح، وأخرجه النسائي من رواية شعبة. طيب وين عزوه اليوم والليلة؟ ورواه النسائي بعدها
وأخرجه النسائي من رواية الشعبة، وحدثنا عثمان بن جريح البخاري. نعم. وتابعه. وستأتي رواية البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به، والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به. من حديث محمد قبلها شو؟ وين؟ ما فيه. بعد حديث ابن جرير به. وهكذا سنده مسلم. عن جرير. وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. قبلها الله. يعني وقال حسن صحيح هذا انتهينا منه. وأخرجه النسائي من رواية الشعبة، وحدثنا عثمان بن جرير عن منصور بمثله، هذا كلام البخاري، وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب. وتابعه ابن جريج. وين؟ قبلها. وتابعه ابن جريج يعني بعده إيش؟ بعد عن منصور مثله، وحدثنا عثمان حين حدثنا عثمان جرير عن منصور مثله انتهى. وتابعه ابن جريج. جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال. إيه كثير يكمل إن شاء الله. ورواه النسائي في اليوم والليلة. تابع. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به، وهكذا رواه مسلم عن عثمان. إيه هذا متأخر. هذا متأخر. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث نعم إيه. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي أو نسي بالتخفيف يقول. بعد. وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعت عبد الله قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عندكم بعد قبل ولا بعد؟ نعم. وهكذا أسنده مسلم من حديث بن جريج به، ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وابن أبي لبابة. يعني في تقديم متأخر. زين يلا. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به، والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به، فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا، وهذا غريب. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف. حدثنا محمد بن العلاء قال حدث نسي ولا إنما هو نسي؟ نسي إيه، لكن هذه تخالف رواية البخاري. لا يقول نسي. نعم. وإن كان في الحقيقة هو الذي نسي، والذي أنساه الشيطان هو الذي نسي ينسب إليه، لكن ما ينسب إلى نفسه أنه نسي لئلا يقع في المحظور اللي في آية طه. قال القرطبي كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل ومثلهما ذيت وذيت. قال ثعلب كيت للأفعال وذيت للأسماء. هذا هو بضم النون. قال القرطبي رواه بعض رواة مسلم مخففا. لا قال القرطبي معنى التفريق أنه عقد بوقوع النسيان على التفريق في معاهدة. هذا بيجي. بل هو نسي بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. قال القرطبي رواه بعض رواة مسلم مخففا. قلت وكذا هو في مسند أبي يعلى، وكذا أخرجه ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل
سين علامة التخفيف. وقال عياض كان الكناني يعني أبا الوليد الوقشي لا يجيز في هذا غير التخفيف. قلت والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري، والتعليل ظاهر للتشديد، تعليل ظاهر لئلا ينسب إلى نفسه النسيان فيقع فيه، وكذلك لا تذكياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسب، فلا ينسب إلى نفسه الفعل القبيح وإن وقع منه في مثل هذه الصورة. وين؟ إيه لكن هذه رواية البخاري خالف رواية البخاري. إذا لكن ما فيه في عند مسلم بعض رواية مسلم وعند أبي يعلى ما فيه بئس ما إيه لا يختلف هذا عن هذا. قلت والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري وكذا في أكثر الروايات في غيره، ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد قوله كيت وكيت ليس هو نسي ولكنه نسي، الأول بفتح النون وتخفيف السين، والثاني بضم النون وتثقيل السين. قال القرطبي التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. قال ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، ترك غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب وتركهم من الرحمة، واختلف متعلق الذم إلى آخره. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. تفصيا بمعنى ما جاء في الرواية الأخرى تفلتا. نعم. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد براد وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى أخبرنا موسى كلهن أنا الأول أنا والثاني حدثنا خلاص إذن تختلف في هذا. أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن علي علي مر بأمسار ابن علي سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد بعد أن حاز هذه الفضيلة وهذا الشرف وهذه المزية يفرط فيه، لا شك أن هذا من أعظم أنواع الحرمان، صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن ابن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل،
وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد، لكن ضعفه ظاهر لأن فيه راوي مجهول ويزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن خرج له مسلم، خرج له مسلم يزيد بن أبي زياد. وللإمام العمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد يعني مسلم، لكن الإشكال في هذا المبهم بالمتابعات، لكن وجود روايته في الصحيح ترفع من شأنه. الإشكال في عن رجل إيه؟ نعم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد، وما من رجل قرأ القرآن إلى آخره، هذا سقط عند بالنسخة اللي عندي. نعم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء. خالد بن عبد الله الطحان. نعم. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عوبة. إدريس الأودي ولا غيره؟ طلاب بن إدريس. أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس. في جيم ابن أبي إدريس. في جيم ابن أبي إدريس. بس ولا ذكرناه، ما بينه. نعم. عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن، ولم يذكر الرجل المبهم، يعني أسقطه. نعم. وكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، وقد رواه شعبة عن زيد فوهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد عن عيسى بن فائد عن النبي عن زيد عن زيد عن زيد عن يزيد. نعم. والسابق ابن أبي زياد. نعم. عن عيسى بن فائد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه الإمام أحمد. ما ذكر سعد بن عبادة؟ أسقط الصحابي. نعم. وقد رواه ها؟ وشو؟ هذا هو أضعف من مسألة مضطرب، هو أضعف من مسألة مضطرب. نعم. لأن المضطرب إذا رجحت انتفى الاضطراب وثبت ضده، هذا حتى لو رجحت يبقى الضعف. نعم. وقد رواه الإمام أحمد في مسند عبادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد ففيه اختلاف، لكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم. أنا على مذهب الجمهور الذين يقبلون الضعيف في هذا الباب، في باب الترهيب، في باب الفضائل، يقبلون الضعيف. ابن كثير ماشي على هذا. نعم. لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخر، كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال
حدثت ما تجي لا سيما إن كان له شاهد ثم يأتي بالشاهد. ما تجي أن الشرطية هنا لا سيما إن كان له شاهد ثم يذكره، لا سيما أن له شاهدا، لما عندي مثل ما عندك مثله ثم يذكر الشاهد. يسوغ أن يقول إن كان له شاهد أو إذا كان له شاهد إذا لم يطلع عليه، أما إذا اطلع عليه ما يحتاج أن يقول إن كان أو إذا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب حتى القذاة جارة من حروف الجر، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على إلى نعم. حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحكى البخاري كل النسخ حكى الوالبي نعم. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فالله أعلم. وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه، يعني الآية عموم الحديث عموم وشمل الآية تشمل ما جاء في هذا الحديث فهو فرد من أفرادها. نعم. فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن
وفي لفظ استذكر القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. التفصي التخلص، يقال تفصى فلان من ما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، ومع الأسف أنه يوجد في طلاب العلم من ينشغل بتخصصه على حد زعمه، قد يتخصص في السنة ويهجر القرآن، قد يكون تخصصه في الفقه ويهجر القرآن، وقد يكون تخصصه في العقيدة يهجر القرآن. ولا شك أن هذا حرمان، وهذا خلل في التعلم، وهو أيضا خلل في العمل بالعلم. كيف تخصص بالسنة والتي فيها الحث على الإكثار من قراءة القرآن ولا تعمل؟ وقل مثل هذا في بقية التخصصات. ينبغي يجب أن يكون القرآن هو الأصل عند على هو المقدم على جميع العلوم، ولا يمكن أن ينجح ويفلح في تخصصه إلا إذا اعتنى بكتاب الله. نعم. يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنه تفصى النوى من الثمرة إذا تخلص منها. التمرة أو من التمر. ثمرة. الثمرة عندنا من التمرة. تمرة. لكن النوى يقابله التمر. لو تفصت النواة من التمرة صحيح، لكن النوى من التمر. أحسن. ومنه تفصى النوى من التمر إذا تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه. إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن، إن لو اهتم بالقرآن وجعله ديدنه وأسهر به ليله وأظمأ به نهاره ما صار سمين. والله المستعان. كل قحطاني فجسوم أهل العلم غير سماني. كنا الشافعي يقول ما رأيت عاقلا سمينا إلا أن يكون محمد بن حسن الشيباني. فهم يذمون، وفي الحديث الصحيح ويكثر فيهم السمن. نعم. قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب، ولهذا قال إسحاق بن راهوية وغيره. نجد تقول راهوية كما يقول أهل الحديث أو راهويه كما هي الجادة واختيار أهل اللغة. نعم. يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوماً لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام، كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله اللهم صل وسلم على عبدك. القراءة على الدابة. حدثنا حجاج قال حدثنا وفي البخاري باب القراءة على الدابة. سم. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال
سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وذكر في ذلك الترجيع، فمنهم من يقول يشرع الترجيع، ومنهم من يقول أنه ليس بترجيع بقدر ما هو تكرار حروف بسبب حركة الدابة. نعم. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز. وداخل الهموم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل حال. نعم. وقد روي عن ما لم يؤدي ذلك إلى امتهانه. يعني نعم. وأنا عندي كذلك، لكن يعني يغفل عن قراءته، يقرأه بلسانه دون قلبه. نعم. عندك يتلوه؟ سمع. عندك يتلوه؟ ها؟ إذا لم يتلوه يلتهي إذا لم يتلوه. والله ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يلتهي القارئ في الطريق، يعني ينشغل ذهنه نفسه، يلتهي ينشغل. نعم. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك كما قال ابن أبي داود. وحدثني أبو الربيع، نقل الإمام مالك عن بعضهم عن بعض السلف أنه كان يقرأ قراءة القرآن في الطواف، ولعله لهذا السبب ينشغل برؤية الطائفين وينشغل بكثرتهم ويغفل عن تدبر القرآن، إضافة إلى أنه لم يرد قراءة القرآن في الطواف، مع أنه ورد فيها الذكر من فعله عليه من قوله عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو أفضل الأذكار. نعم. وحدثني أبو الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام وفي الحشوش وفي بيت. مواطن عندي مواضع مواطن، المعنى واحد. نعم. في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مكان طاهر لا فيه إشكال. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي، ويحكى عن أبي حنيفة رحمهم الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك
صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. هذا هو الظاهر، لأنه محل قضاء الحاجة. نعم. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. يعني في المصانع مثلا التي فيها أصوات مرتفعة مثل الرحى. نعم. تعلم الصبيان القرآن. حدثنا عند البخاري باب تعليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب يعني صبي، توفي النبي عليه الصلاة والسلام صبي وقد حفظ القرآن، يدل على أنه دون الصغار من يطيقون. في حفل جائزة الأمير سلطان اللي حصل يوم الأربعاء الماضي جايبين صبي من المدينة عمره 9 سنوات كفيف حافظ ضابط متقن، وما اشترك في المسابقة لأنه خاصة بالعسكريين، لكن يأتون به ليرجع إليه الحكام المحكمين ويسألونه عن رقم الآية هو الذي قبلها والذي بعدها وأن أشياء يعني ما شاء الله ما شاء الله كفيف عمره 9 سنوات. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. انفرد بإخراجه البخاري، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك. وعمر قاف الأكثر على أنه من قاف، الأكثر على أنه من قاف. والسبب في خلافهم في بدايته من المفصل أو من قاف تقسيم الصحابة ومن بعدهم للقرآن على 7 أقسام. فإذا قلنا القسم الأول 3 يبدأ من البقرة وآل عمران والنساء صار المفصل من قاف، وإذا قلنا 3 يبدأ من الفاتحة والبقرة وآل عمران قلنا بداية المفصل الحجرات، لكن الأكثر على أنه من قاف. والإمام البخاري ترجم باب تعليم الصبيان القرآن للرد على من قال بكراهية ذلك، بعضهم قال بكراهية ذلك ومن السلف لما يلزم من ذلك من امتهان القرآن، الصبي لا يقدر القرآن قدره فيمتهنه، إما أن يمسه من غير طهارة أو على وضع غير مناسب أو يضع القرآن في مكان غير مناسب وشيء من هذا، لأنه غير مكلف فلا يهتم بمثل هذه الأمور. ولكن المصلحة الراجحة تفوق هذه الاحتمالات، المصلحة الراجحة تفوق هذه الاحتمالات. وكم من صبي حفظ القرآن وبقي معه، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إنما إذا كبر وانشغل كثرت عليه المشاغل قد يصعب عليه حفظ القرآن وقد لا يتمكن من حفظه. يقول ابن حجر باب تعليم الصبيان القرآن كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهما ولفظ إبراهيم.
كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. كلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهية ذلك من جهة حصول الملال له، ولفظه عند ابن أبي داود أيضا وكانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. أخرج بإسناد صحيح عن أشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه، أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن. وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يقال التعلم بالصغر كالنقش بالحجر. وكان سعيد بن جبير يدل وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج، والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص إلى آخره. وعلى كل حال القول بأنه لا يعلم ولا يحفظ حتى يدرك هذا كلام مرجوح. نعم. وعمره إذ ذاك 10 سنين. وقد روى البخاري أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون حتى يحتلم. فيحتمل أنه احتلم 10 سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك. لكن الحديث المتفق عليه أنه في حجة الوداع جاء ابن عباس على أتان ثم ترك الأتان ترتع ودخل في الصف، يقول وأنا ناهزت الاحتلام، يعني قاربت. وأيام حجة الوداع قريبة من وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر 10 وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحباً أو واجباً، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيراً، وأشد علوقاً بخاطره، وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب، ثم توفر همته على القراءة لئلا يلزم أولاً بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. يعني كما نقل عن سعيد بن جبير. نعم. وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات 5 آيات، رويناه عنه بسند جيد. يعني بالتدريج تختبر حافظته ولا يثقل عليه ولا يرهق لئلا يمل فيترك، أو يكون حفظ القرآن عذابا له. بعض الناس عنده طفل حافظته ضعيفة ويدخل في تحفيظ القرآن، وفي الابتداء يحفظ النصف القرآن مدارس التحفيظ وحافظته ضعيفة ما يستطيع، فإذا جاء المدرسة كلفوا، وإذا جاء لأهله ضربوه، خلاص معناه لن يستمر. اللي يكره القرآن ويكره العلم ويكره مثل هذا يعطى شيء بالتدريج، يعطى آية إذا حفظها وسهلت عليه يعطى ثانية وهكذا. ولذا ذكروا في مذاكرة العلم والحفظ ما ذكره ابن بدران والبرزنجي في تعليم المتعلم وغيرهما، قالوا إنه يحفظ القدر المناسب لحافظته، يردده حتى يحفظه،
ثم إذا كان من الغد يردد ما حفظه بالأمس 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم ويختبر نفسه، إن كان حفظ الأمس سهل عليه يزيد قليلا، وإن كان عسر وشاق ينقص قليلا، ما في ما يمنع. العلم طويل ما ينتهي، كل إنسان يأخذ ما يناسبه ويطيقه، هذا أدعى للاستمرار. فإذا ردد ما حفظه بالأمس 5 مرات وحفظ نصيب اليوم الثاني كرره حتى يحفظه من دون عدد، فإذا جاء في اليوم الثالث يكرر ما حفظه في اليوم الأول 4 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 5 مرات، ثم إذا جاء في اليوم الرابع ويحفظ نصيب اليوم الثالث، إذا جاء اليوم الرابع كرر نصيب الأول 3 مرات والثاني 4 مرات والثالث 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم الذي يليه وهكذا. قالوا هذه طريقة مجربة لا ينسى بعدها المحفوظ، ومع ذلك لابد من التعاهد، لابد من المراجعة. والله المستعان. نعم. لا لا، إذا تعاهد الحفظ يردد ما حفظه بالأمس يراجع. كم باقي وقت؟ ها يمدينا على الباب؟ يقيمون يا عبد الله. قول سعيد بن جبير مثلا من قتل او صبي يدخل، اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها لعشر، اي فذلك يعني يضرب على الصلاه. اي على الواجبات لا على المندوبات. على كل حال قول سعيد بن جبير مرجوح، مو براجح، مرجوح. رواد التربيه على ما يزعمون يقولون بشيء من هذا، يقول لا يرهق ولا يكلف لئلا يمل ويترك. نقف على نسيان القرآن.